صباح الخير على كل مشاهدي نايل لايف وشبكة ام تي ام في كل حتة في الدنيا. صباح الخير يا مصريين في كل حتة، من افريقيا لامريكا لاوروبا. يوم جديد بعد ثورة 25 يناير، الاحد 9 اكتوبر 2011. حلقة جديدة من نهارك سعيد، هنكون معاكم على مدى ساعتين على الهواء من 9 ل 11 صباحا. يا رب تعجبكم حلقتنا النهارده. قبل ما نتكلم عن اي مواضيع هنناقشها، اصبح على زمايلي. صباح الخير يا مي، صباح الخير يا اشرف. صباح الخير فادي. صباح الخير. صباح الخير يا مي. صباح الخير. صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل والانجاز. قبل ما اخش اي مواضيع برضو، اتفضلي يا مي. صباح الخير. صباح الخير على كل اللي بيتابعونا، وواضح انه كده اسبوع مليان بالاخبار، وواضح النهارده اليوم مليان بالتفاؤل ان شاء الله. معانا فقرات كتيرة جدا هنبتديها، اعتقد بفقرة هتهم ناس كتير سواء مستثمرين او ناس عادية مهتمة باخبار البورصة. البورصة اليومين اللي فاتت كان فيها لخبطة كتيرة، كان فيها اعتصامات وقفات احتجاجية، مؤشرات عمالة تهبط وتصعد، وحاجات كتير بنسمع عنها يمكن مش فاهمينها. هنعرفها النهاردة اكتر من ضيفنا استاذ حسام ابو شاملة، خبير الاوراق المالية والتداول. هي فقرات تاني، ويمكن من اهم الفقرات النهارده هتكون فقره الصحافه، لانه الاخبار ساخنه جدا ومتلاحقه كالعاده بعد الثوره. ويمكن التطورات النهارده ايجابيه، ومن اهمها انه الغاء الماده الخامسه، صدور قانون بمرسوم بالغاء الماده الخامسه من قانون الانتخابات، وصدور ملحقات لقانون الاحكام اللي في الانتخابات مباشره الحقوق السياسيه، قانون مباشره الحقوق السياسيه، والاحكام اللي هتصدر على المخالفين ليه، سواء رفع الشعارات الدينيه، سواء التاثير على الغير. اعتقد انه هتكون فقره ساخنه جدا نتكلم فيها في عناوين الاخبار مع مي. هتكون مع الاستاذه مي العويضه الصحفيه بجريده الاهرام، هنعرف معاها ايه الاخبار. من اهم او من احسن الاخبار الحلوه اللي انا سمعتها من اول ثوره 25 يناير لغايه دلوقتي امبارح، عرفت انه المجلس العسكري او القوات المسلحه ناويه ان هي تدعم الاحزاب الشباب الجديده. دي خطوه مهمه جدا، احنا ناسيينهم، ناسيينهم بشكل غير طبيعي، ناسيين الشباب اللي نزلوا اول يوم في يوم 25 يناير اللي قالوا يا جماعه لازم نعمل ثوره، وهو اللي حفزوا الناس ان هي تنزل الميدان وغير النظام اللي كان موجود، النظام الفاسد بكل عيوبه. حاجة كويسة ولفتة جميلة جدا من المجلس العسكري أو القوات المسلحة إن هي هتدعم الأحزاب دي، إنها تقول رأيها، تبقى موجودة على الساحة، مش بس الإخوان والوفد والناس اللي هم مخضرمين. الشباب هو اللي هيغير المستقبل، مش اللي موجودين بقالهم سنين، لأن اللي بقالهم سنين أعتقد إن ما عندهمش أفكار جديدة. الأفكار الجديدة هتطلع من الشاب، مختلف عن الباقيين. من ضمن برضو الفقرات المهمة جدا النهاردة هو حق التصويت المصريين خارج مصر، عندنا فقرة خاصة بهذا الموضوع. من ضمن مطالب الثورة ان احنا يا جماعة 8 ولا 10 مليون مصري اللي بيعبدوا التراب مصر، اللي بيحبوها وبيبعتوا فلوس قد كده من دخلهم عشان دخل مصر، حقهم انهم يصوتوا في قانون انتخابات مجلس الشورى والشعب، وانتخابات رئيس الجمهورية، وانتخابات الخاصة بالدستور وهكذا. ويمكن ده كان تعليقهم، ومن أهم تعليقاتهم إن هم قالوا يعني إنه ما ينفعش إن احنا نبقى بس يعني نعتبر كبنحاول تحويلات، إنه عمل إن احنا بس بنحول فلوس، احنا برضو من حقنا. ولو احنا اتكلمنا عن الكتلة الانتخابية في مصر حوالي 40 مليون، فلما نتكلم على 10 مليون بره يعني ده يوازي حوالي الربع. وأعتقد دي فقرة مهمة جدا، ويمكن يعني تصديقا على كلام أشرف إنه رعاية الشباب في البلد مهمة جدا. نهارك سعيد عامل حملة بقاله فترة ان احنا بنجيب شباب المخترعين، وكل الشباب اللي عندها افكار جديدة ومجددة. هيكون النهاردة معانا اتنين من طلبة كلية الهندسة في الجامعة الامريكية، وهم عاملين اختراع بجد رائع انا لغاية دلوقتي عايز اعرف تفاصيله، وهو عربية بتسير مش بالطاقة الشمسية زي ما بنشوف برا، لكن بالطاقة البشرية، وهي عربية ممكن تمشي بسرعة لغاية 60 كيلومتر. اعتقد انها هتبقى فقرة يعني هتشغل دماغ ناس كتير. معانا ايه تاني؟ لا احنا كده فقراتنا النهاردة خلصت، بس هنبتدي بفقرة الصحافة مع الصحفية مال عويضة بس بعد الفاصل.